يا ستي ده أكيد لقى شغل في حتة تانية. هيبان قريب. لا 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 أنا مش عايزك تقلقي، إحنا مفيش حاجة علينا أصلاً. صباح الخير. ماشي، شوية كده وهجيلك. يلا باي باي. أهلاً يا متر. الحمد لله أنا اللي لقيتك. لقيتك دي تبقى أنت جاي لي مخصوص. عندي خبر مش حلو، بس متأكد إنك أقوى منه. خير يا متر؟ المحكمة طعنت ضد الحكم براتك. يعني هيعيدوا المحاكمة تاني؟ قدام محكمة تانية وقاضي جديد. بس اطمن، مفيش أي حاجة ظهرت جديد تغير سر القضية. طيب هو كده ممكن يرجعوني السجن تاني؟ لا طبعاً، بس هيستأنفوا التحقيقات. اتفضل. ايه ده؟ مفتاح عربيتك الجديدة. عربيتي الجديدة؟ انت عزمتني على العشاء، انا بقى عزمتك على العربية. يا سلام. لا معلش، عربيتي انا هشتريها بفلوسي. يا سيدي اعتبر نفسك اشتريتها بفلوسي، وانا هخصم ثمنها من مرتبك كل اول شهر. ايه هو مرتبي فيه قد ايه عشان تخصمي قسط عربية دي؟ خلاص هزود لك المرتب. ده علشان اغطي قسط العربية طبعا. لا، عشان رأيتك لمدير حسابات، وما ينفعش مدير حساباتي ما يكونش معاه عربية. انا عايزه اعمل اي حاجه افرحك بيها، خصوصا يعني بعد ما عرفت ان هم هيعيدوا محاكمتك. خايف عليا؟ لا، بس اكيد ربنا يعني مش هيخليهم ياخدوك مني تاني. ليه؟ عشان ماليش غيرك دلوقتي. بحبك قوي كمان، مش هخلي اي حاجه تاخدني منك. ناكل بقى ولا ايه؟ كنت مع عيسى؟ ايوه. مش كفايه معاه في الشركه طول النهار؟ الشركه ده يعني شغل، وبعدين حضرتك ما تتوصيش، بعت لنا ساره عاوزاه يبعد عني بيها. أنا فعلاً عملت كده عشان عارفة إنهم هيرجعوا لبعض، عشان عينة واحدة. سارة اعتمد في فلوس ياسر وغدرت بعيسى. وعيسى مش طمعان في فلوسك؟ عيسى بيحبني وعايز يتجوزني. هتتجوزي اللي قتل أخوكي؟ ما تنسيش المحكمة برأته والنيابة طعنت. مش هتفرق كتير، هياخد براءة برضه. طب على الأقل استني الحكم النهائي. مفيش مشكلة، موافقة جداً، بس لما ياخد براءة في النقد هيجي يطلب ايدي، وانتي هتوافقي مش هترفضي. مش هيجي وهيتعدم. لسه بتنكر انك كنت في فيله المجني على ليله الحادثه؟ طبعا، وانا قايل خليني احضر فرح خطيبتي الاولانيه. تصدق كان نفسي تجاوبني بصراحة المرة دي؟ للأسف ظهر شاهد إثبات ممكن يرجعك سجن تاني. دخل لي الشاهد اللي عندك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عمر سعادتك. تعرف صابر؟ لا. واحد من الكهربائيه اللي كانوا شغالين في اناره الفيلا يوم فرح ياسر. المباحث وصلت له متاخر شويه. هما كانوا بيدوروا على اي حد يكون شاف القاتل قبل ما يضرب النار ويهرب. وتقرير المعمل الجنائي بيقول ان الرصاصه جت من المنطقه الخلفيه للفيلا. علشان كده ده خلى البوليس يشغل مخه ويشوف مين من العمال كان شغال في المنطقة الخلفية للفيلا وقتها. مش كده يا صابر؟ تمام يا باشا. احكي لنا بقى اللي حصل. أنا سعادتك كنت في الجنينة بركب كشافات في ظهر الكوشة. جالي خبر إن فرع النور في السور الخلفي فصل كهرباء. سبت الجنينة وجريت أنوره. فجأة سمعت صوت ضرب نار وصوت سويت وبعدها دوشة جامدة قوي.
بس كده؟ ما تحاولش تجري وراه؟ ما جاش في بالي ساعتها ان هو لقيته، قلت يمكن واحد من المعازيم سمع صوت الرصاصه خاف وجري، خصوصا يعني انه كان لابس بدله سعادتك. وبعدين؟ لما الباشا خالد ضابط المباحث جالي الورشه حكيت له اللي حصل، وراني صوره واحد قال لي هو ده؟ قلت له اه غالبا هو. وعرفت منين ان غالبا هو والدنيا كانت ضلمه؟ ما انا يا باشا كنت ماسك الكشاف اللي بدور بيه على الفيوز اللي ضرب في الكابينه. طب بص كويس للاستاذ عيسى شوف هو اللي كان موجود فعلا ولا لا. اه يا باشا هو. يعني هو اللي هرب ليلتها من الفرح؟ وهو اللي في الصوره مع الضابط خالد كمان. يا سلام، طب ما انا صورتي اتنشرت في الجرايد بعد يومين من الحادثه، ليه ما جريتش على البوليس وقلت له الفيلم ده كله؟ سؤال وجيه. عندك اجابه؟ جرنان ايه يا باشا؟ ما انا عارف اكفي امي واخواتي عيش وجبنه، اما اشتري جرانين. لا يا عم عيسى، لسه برضه مصمم ان انت ما رحتش الفيلا ليله الفرح؟ ايوه ما رحتش. قلت لي هتخلص النيابه وتيجي على الشركه. معلش حسيت ان انا تعبان شويه طلعت على البيت. طب قولي عملت ايه؟ هشوفك بكره ونتكلم. مالك يا عيسى صوتك في حاجه؟ تحب اجي لك؟ لا 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 انا محتاج اريح شويه. ماشي باي باي. طيب اوكي باي. الو ايوه يا متر محتاج اشوفك ضروري. صوتك ما كانش مريحني امبارح في التليفون، كنت خايفه ما تجيش النهارده. ما كنتش جاي فعلا. انا ما نمتش من امبارح. ايه اللي حصل؟ واحد من عمال الكهرباء شافني وانا ماشي من الفيلا ليله الحادثه. انت متاكد؟ هو اللي متاكد. تعرف عليا في النيابه. قايل تفاصيل كمان. تفاصيل حصلت فعلا؟ ايوه. انا فاكر ان انا خبطت في واحد وانا ماشي في الضلمه، بس ما كنتش فاكر ان هو شافني. طب وايه اللي سكته المده دي كلها؟ لا هو السؤال ايه اللي خلاه يتكلم دلوقتي؟ النيابه دايما بتدور على اي حاجه جديده. عشان تقولها في جلسة النقد. أنا كنت فاكر الموضوع خلص على كده. أنا اللي كنت فاكرة إني الوحيدة اللي شفتك يوم الفرح. طب تفتكري حاجة زي كده ممكن تخليهم يرجعوني السجن تاني؟ إن شاء الله ما يحصلش. المهم إحنا لازم نقول كل اللي حصل ده للمتر سالم. هو ليه ما حضرش معاك في النيابة؟ كان عنده جلسة في اسكندرية. طب هو دلوقتي موجود في الشركة، أنت لازم تقعد معاه. انت قلت لي انك ما رحتش الفيلا ليله الحادثه. كنت خايف لا تشك فيا وتفتكر ان انا القاتل. انا المحامي بتاعك، ما كانش ينفع تخبي عني معلومه مهمه زي دي. اعذرني يا متر، انا اول مره اتحط في موقف زي ده. يا ترى مخبي عني ايه تاني؟ مفيش. حد شافك عند الفيلا غير عامل الكهرباء؟ مش قادر تتكلم كده، مش هقدر اكمل معاك. رانيا. رانيا زي هي كمان خبت عليا. خبت على الناس كلها علشان كانت خايفه عليا. والغريب انها جابتنا دافع عنك علشان واثقه ان مش انا اللي قتلت اخوها. انا بصراحه خايف من شهاده عامل الكهرباء. شهادته لوحدها ما تعتبرش دليل، مفيش كاميرا صورتك هناك. يعني ايه هنقول ان هو بيتبلى عليا؟ او بيتهيأ له انك الشخص اللي هو شافه. وهنسأل كمان هو ليه فضل ساكت لغايه دلوقتي؟ بالظبط، ده نفس الكلام اللي انا قلته لرانيا وقلته كمان في النيابه. بس برضه مش عايزين نفرح قوي. كده موقفنا بقى اضعف من الاول. مش هنطمن بجد غير لما يوصلوا للقاتل الحقيقي. لسه بتنكر انك كنت في فيلة المجني على ليلة الحادثة؟ اه يا باشا هو. كده موقفنا بقى اضعف من الاول.
تصدق كان نفسي تجاوبني بصراحة المرة دي؟ وهو اللي في الصورة مع الضابط خالد كمان. مش هنطمن بجد غير لما يوصلوا للقاتل الحقيقي. تعبان شوية. أنا حاسة بيك على فكرة. طعن النيابة سرق فرحتك بالبراءة. والشاهد اللي ظهر في القضية ده يخليني أنا نفسي ما بنامش. بص أنا مش عايزة أخوفك. بس المتر سالم ما عادش قد القضية. أنا جاهزة بمحامي تاني شاطر جدا. ما أخسرش ولا قضية من النوع ده. شكرا، أنا مكمل مع المتر سالم. من فضلك، من فضلك ما تعاندش معايا على حساب مصلحتك. وبعدين يا سيدي اعتبر أتعاب المحامي دي يعني جزء من فلوسك اللي ليك عندي. ولا أنت نسيت ديوني اللي كنت بتسددها بدالي؟ كويس إنك لسه فاكراها. ياه يا عيسى، أنت اتعلمت القسوة دي كلها إمتى؟ اتعلمتها منك. درس. درس ودفعت ثمنه طول عمري اللي فات. ومش ناوي اضيع دقيقة واحدة من عمري اللي جاي. مش هتعرف تخدع نفسك أكتر من كده. أنت لسه بتحبني. وأنا لسه عايزاك. يبقى أنت اللي بتخدعي نفسك. أنت مالكيش غير حاجة واحدة بس عندي. وكان لازم تاخديها من زمان. في نفس اليوم اللي اتجوزتي فيه ياسر الشواربي. Thank you.